في موقف حصل ان هم السياحه اللي دخل بتاعها قل طبعا فبدا يحصل توقف للاتجاه اتجاه ايه المنظور عند وزير السياحه يعني. لكن انا كمحافظ يهمني ان الشريحه دي تبقى دخل سياحه ويبقى جاهز كمحرك. ايوه وخصوصا ان هي السياحه شافت ان دي مش اولوياتها دلوقتي. لا لسه بقى انا بعت دلوقتي الملف اللي هو خاص بعين موسى لوزير السياحه ورئيس السيد رئيس الوزراء فبيبحثوا اللي انا من وجهه نظر المحافظه عايزه يبقى اسبقيه اولى طبعا طبعا من وجهه نظرهم هم بيدرسوا دلوقتي عشان يدوا له قرار هل هنقلل مثلا التكلفه ونعمل كذا هل هنكمل هشوف الموقف عشان المهم المنطقه دي مهمه من ناحيه السياحه والاثار ومن ناحيه لمحافظه السويس مهمه يعني. موازنه والميزانيه حضرتك شايف انها كافيه بعد ما بيحصل اللي